تعرفي ان السندريلا سعاد حسني ما كملتش تعليمها وان الضحك والفرفشه اللي قدام الكاميرا كان عكس حياتها خالص؟ كملي معايا الفيديو للاخر علشان تعرفي قصه اجمل ست في مصر سعاد حسني. مين يصدق ان السندريلا سعاد حسني ما كملتش تعليمها وانها سابت الدراسه بعد سنتين من التعليم بسبب خلافات بين الاب والام؟ علشان هي ست ناصحه وعارفه قيمه التعليم لكل ست قررت تكمل تعليم منزلي بعد كده، لكن ده ما اثرش على نضوجها وفكرها. دي دار بينها وبين دكتور مصطفى محمود حوار وهي عندها 22 سنه، وكان معجب بكل اجابتها على الاسئله ووصفها وقتها بانها منتهى الذكاء والاقناع. وهنستغرب ليه؟ ما ده العادي من ستاتك يا مصر، دماغهم توزن بلا. مش بس كده، دي هي كمان اللي حببت ابن اخوها محمد جلاء في الفلسفة، لدرجة انه لما كبر قرر يدرس فلسفة وقال انه سمع حاجات في الجامعة زي كلام عن الوجودية والحياة والعلاقة مع ربنا، واستغرب انه سمع منها كل ده وهي ولا دخل الجامعة ولا اتعلمت. صعب الناس تجتمع على حب فنان صح؟ بس ده ما كانش صعب على السندريلا اللي كل الناس اجتمعت على حبها. عمرك ما تلاقي حد يكرهها، ولا تلاقي حد من الجيل القديم او الجيل الجديد ما يعرفش مين سعاد حسني او ما يكونش بيحبها. فعلا دي اللي يتقال عليها فنانة كل جيل، وعلشان هي فنانة كل جيل كانت ايقونة الجمال والأنوثة بالنسبة لكل الستات والبنات. سعاد حسني كانت عاملة موضة لوحدها، عمرك ما تحس ان ستايل اللبس ولا الشعر ولا الميك اب بقوا دقة قديم، ومهما عدى عليه الوقت هي على طول على الموضة وبنفضل ناخد من موضتها. اتصدقت في كل الأدوار، تعمل دور طفلة في فيلم صغير على الحب نصدق فعلا ان هي طفلة بجد، حتى الأطفال افتكروا ان هي من سنه. بعدها تعمل دور أنسة في العشرينات برضه تصدقها، حتى دور الفلاحة في فيلم الزوجة التانية تقنعك فعلا ان هي فلاحة أبا عن جد. تغني بانو بانو تحس انك عايش معاها مقاسي وحزن، وحتى لو ما عندكش مشاكل تغني الدنيا ربيع تحس ان كل الدنيا بتضحك لك وان الحياه كلها تفاؤل وبقت بامبي بامبي فعلا. في الفن كانت حاله تانيه لوحدها، عمر ما حد قدر يوصل للكمال الفني اللي كانت فيه. خلت كل النجوم يجتمعوا على فنها وعلى حبها. نور الشريف قال الابداع يتجلى في سعاد حسني وانها اعظم فنانه مثل قدام، وشكري سرحان قال ان الايام لا يمكن تجيب تاني سعاد حسني ولا يمكن يجي فنها وابتسامتها وفرح، ومستحيل الناس تنسى سعاد حسني. السيناريست محمد حلمي هلال قال سعاد حسني مش هتتكرر ولا بعد 5-6 اجيال، حضور الهي من عند ربنا. اما حسين فهمي قال ممثله رائعه جدا وعندها قدره رهيبه على التلوين في كل ادوارها. سعاد حسني ما كانش عندها اولاد، بس جنجاء اختها بتقول ان هي كانت بتمارس دور الامومه مع كل اخواتها، بتحس انها مسؤوله عنهم كانهم ولادها فعلا. علشان الناس كانت بتحكم على سعاد حسني من ادوارها، جنجاء اختها قالت ان هي علمتنا ان احنا ما نحكمش على حد من خلال المظاهر، واننا لازم نفكر بعمق ونراعي ظروف كل واحد وننزل لمستوى تفكيره وحياته. ابن اخوها بيقول علمتني ازاي اتعامل مع الست واقدرها واحترمها. كل اللي اتعامل معاها قال ان هي طيبه جدا وانسانه في التعامل مع الناس، كانت تحب تبرز وتشكر الناس اللي ورا الكاميرا اللي مش ظاهرين، وعمرها ما اتعاملت معاهم بغرور. دكتور عصام عبد الصمد اللي كان بيعالج سعاد حسني في لندن قال انها كانت طيبه جدا وعمرها ما كانت بتعرف تواجه اي حد مزعلها، ولا كانت تعرف يعني انتقام ولا تشتم حد اساء ليها او طلع عليها اي اشاعه. كل اللي كانت بتقوله حسبي الله ونعم الوكيل، ولما زعلت منه كتبت له جواب علشان تقول له هي زعلانه منه في ايه. عادل امام وصفها بالاخت الحنونه الطيبه اللي دايما قريبه منك ومعاك. ابن اخوها قال انها كانت دايما شايله هم الناس اكتر من همها، وكان عندها اهم حاجه جبر الخواطر. زيزي مصطفى قالت ان هي وقفت جنب ناس كتير وهي نجمه وساعدت ناس اكتر ان هم يكونوا نجوم، ولما تعبت وتعرضت لمحنه ماليه لتكمله علاقه في لندن كل النجوم كان عندهم استعداد يعملوا اي حاجه علشان خاطر، زي محمود حميده وفاروق الفيشاوي واحمد السقا، كله كان مستعد يساهم في تكاليف علاجها. محمود حميده كان عايز يعمل لها فيلم مخصوص ويديها الاجر اللي تطلبه، تعرض عليها مساعدات من كل الدول العربيه، حبايبها كانوا كتير، بس هي كان عندها كبرياء وعزه نفس وكانت بترفض كل المساعدات دي. حياه سعاد حسني ما كانتش هي اللي ظاهره لينا على التلفزيون، ما كانش فيها الضحك والفرفشه اللي كنا بنشوفها، وكانها طلعت كل طاقه الحب والضحك علشاننا واحتفظت لنفسها بالحزن والمقاس. لما كانت تزعل او تتخنق كانت تقفل على نفسها الباب وتقعد تشتكي لربنا وتدعي او تكتب لربنا جوابات وتقول له هي زعلانه من ايه. هي نفسها كانت بتقول بحب الفرح والضحك جدا مع ان جوايا حزن كبير وخوف من المستقبل، وانها اتحرمت من جو الاسره اللي بيحسس بالامان بسبب خلافات ابوها وامها. دكتور عصام عبد الصمد قال ان الحياه ظلمت سعاد حسني قوي وان عمرها ولا فرحت ولا حست بلمعان الشهره والفن. حسن يوسف كان بيقول انها ما كانتش سعيده غير في الافلام اللي صورتها قدام الكاميرا، لكن ورا الكاميرا كانت حياتها مليانه حزن وبؤس. ذات العلالي ورجاء الجداوي قالوا انها اتظلمت من بعض الناس وعاشت حياه تعيسه. كل اللي يعرف سعاد حسني اجتمع على انها
اتظلمت في حياتها جدا من غير ما حد يعرف الاسباب، وزي ما عاشت حياتها اللي ورا الكاميرا في غموض، موتها كمان كان كله غموض. وفي الاخر نتعلم من سعاد حسني الطيبه والانسانيه، وان احنا ما نحكمش على حد بالظهر، ومش شرط ان الانسان بيضحك ويهزر يبقى مبسوط في حياته، ممكن يكون مش عايز يبين للناس همه، اصل احنا مش في مسابقه مين في محنه اكتر من التاني.